يومي طبعا زي ما قلت لحضرتك كده بيبدا اول ما بنصحى بنصبح على الست الوالده. بعد كده بنقوم كل واحده طبعا عارفه شغلها، بتقوم بنوضب البيت، بنحضر فطارنا. بعد كده بعد ما بنفطر بنروح على المطبخ، كل واحده برضه عارفه في هنطبخ الايه للغدا، نجهز الغدا. بعد كده نتغدى، وبعد كده برضه نوضب البيت، وبعد كده نغسل مواعيننا. اول ما بيكون عندنا خبيز بنعجن وبنخبز وبنطبخ، بنعمل اي حاجه الحمد لله. يعني ربنا مدينا القدرات ان احنا نعمله كده، يعني بنصلي فيه الحريم بتصلي وكده. فكنت كنا بنلقط يعني ايه حاجات كده، ونعرف معاني القران، معاني الكلمات وكده، يعني نعرف نقولها. نرد الصور كانت تردد علينا، فكنا طبعا مخ شغال يعني. احنا ثلاثه كفيفات اتولدنا كده، نزلنا كده يعني، نزلنا كده كفيفات، ودي حياتنا طبعا. احنا يعني كنا صغيرين كنا نحفظ مع الاولاد في الجامع، نحفظ معاهم، وكنا يعني كنا زعلانين لما نلاقيهم يكتبوا في الكراسات، وبس ما كانش فيه بقى مدرسات يعني على ايامنا وكده، يعني مدارس وكده. يعني مثلا نفسي اقرا في المصحف واشتغل، يعني مثلا اي مهنه، مثلا شوف التعليم ودانا لحد فين، واشتغل ايه المهنه اللي هت يعني مثلا اشوف لما ابقى مثلا دخلت مثلا هندسه اكمل المجال اللي انا فيه، اشتغل في المجال اللي انا اتعلمت فيه، مثلا مكنه التريكو ده اللي هو بتاع الديكور ده، المشغل كل ده محتاجه زي ما قلت لحضرتك اني اشوف زيكم كده. ويعني هو ده اللي ناقصني، احنا مش ناقصنا حاجه، احنا ما شاء الله ناقصنا، يعني مش ناقصنا حاجه، احنا مثلا نور القلوب اقوى من نور العيون كده، يعني اقوى من نور العيون. بس يعني احنا برضه في برضه حاجات لازم برضه الواحد كده يعني يعملها برضه. احنا لما بنمر بظروف مثلا يعني نبو مثلا في كرب ولا كده، نصلي ندعي ربنا، نصوم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. حب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني، وكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، بصوت هازم عذبي وإنشادا تغنيني، تخاف علي من بردك ومن حبك فتحميني. ربنا مدينا الصبر والإيمان، بس الواحد لما بيشوف البنات اللي حواليه يعني الواحد غير. الترتيب الطبيعي كده انا الثاني بعد كرام مباشره، حتى في الاداره الطبيعيه كده هو ده الترتيب الطبيعي. اتولدت في وسط الثلاث بنات دولت الاكفاء من اصحاب وذوي القدرات الخاصه، وده شرف لي، شرف لي ان نكون الاخ والصديق والحبيب والعم والزوج والخال بالنسبه للبنات، ده شعوري وهو شعورهم ناحيتي كمان. تخيلوا الثلاث بنات دولت قادرين على الطبيخ، قادرين على الغسيل، قادرين على الكنيس، قادرين على التزبين، كل شيء بيعملوه. أحلى طبق سلطة بناخده من النجم، أحلى طبخة بناخدها من إيد علا، البركة بتاعتنا بقى إكرام، يعني هي كده اللي مدينا الصبر والإيمان والقوة. الثلاث بنات دولت علموني يعني إيه عزة نفس، علموني يعني إيه كرامة. السيد الرئيس قال إن عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة. يا سيادة الرئيس أنا عندي ثلاثة من ذوي القدرات الخاصة: ثقافة عفوية بدون ما يتعلموا،